السلام عليكم، معكم مهندس محمد حشيش في سلسلة استثمر في رواندا. دي الحلقة الثالثة، تقدروا تكملوا معانا تشوفوا الحلقات السابقة بخصوص الاستثمار في رواندا. هنتكلم النهاردة عن فرص الاستثمارية هناك، مش كلها طبعا، الحلقة هتبقى صغيرة، هناخد مجال ممكن يكون المجال الصناعي، بس عايزين نتكلم الأول في أسئلة كتيرة برضو بتيجي عن الاستثمار الزراعي. فليه أنا هبدأ بالكلام عن الاستثمار الزراعي بالرغم إن الحلقة مخصصة عن الاستثمار الصناعي؟ رواندا 70% من شعبها بيشتغل في الزراعة، بيتمثل الزراعة، قطاع الزراعة بيمثل 40% من الدخل القومي، يبقى 70% من الشعب علشان يدخل 30% من الدخل القومي. رواندا خطتها انها تقلل الاستثمار في المجال الزراعي او تشجع المجالات الاخرى وتحسن خدمه الاستثمار الزراعي في نفس الوقت، بحيث انه يبقى 50% من الشعب او اقل يشتغلوا في المجال الزراعي، مع انه ينزل حاجه بسيطه زي 30% من دخل الانتاج القومي، ومش بدل ال 40%، بس بدل برضو ما بيشتغل 70% او اكتر في المجال الزراعي هيبقوا 50% بس او اقل. ده نظرة الحكومة من ناحية الاستثمار الزراعي، عشان في اسئلة كتيرة بتيجي بالنسبة للاستثمار الزراعي وهنتطرق ليها في حلقة مخصوص عن الاستثمار الزراعي. الحلقة عن الاستثمار في مجال الصناعة. رواندا دولة تقريبا بتستورد كل احتياجاتها، ما عدا حاجات بسيطة جدا، يعني التصنيع يكاد يكون قليل جدا. وزي ما اتكلمنا في الحلقات الأولانية ان رواندا دولة حبيسة، فبالتالي تكلفة الشحن ليها تكلفة عالية جدا، فالحاجات المستوردة من الصين او عبر البحار عموما بتبقى غالية جدا مقارنة بالدول المجاورة لها مواني او في عمومها بسبب الشحن. طيب دي فرصة للمصنع انه يصنع المنتج اللي رواندا بتستورده، لانه ساعتها هيوفر قيمة الشحن الكبيرة ديت، وهيوفر كتير، وهيوفر المنتج داخل الدولة، واللي الدولة بتشجع الاستثمار في المجال الصناعي. طيب سؤال منطقي، ايه الصناعة كبيرة، ايه اللي ممكن نعمله في المجال الصناعي؟ مبدئيا جميع المصانع تقريبا مطلوبة، هو الـ يمكن الحاجتين اللي متوفرين شوية ومفيش تشجيع على انك انت تدخل فيهم هما مجال الاسمنت والطوب. اي حاجة مثلا ليها علاقة بالمعمار او المباني من ناحية صناعية، يعني انك انت تصنع كابلات كهرباء، تصنع مواسير، تصنع اسلاك، تصنع مفاتيح، تصنع لمبات، تصنع كل الصناعات دي مطلوبة. ده ناحية نقدر نفكر فيها. جميع الألبان موجودة من ناحية الزراعة، ولكن التصنيع في مجال الألبان يكاد يكون منعدم، مفيش مصانع ألبان جاهزة أو مجففة، مفيش مصانع ألبان إلا النوع اللي هما بيعملوه في بيوتهم بدائي في القرى، يعني نوع واحد تقريبا، الباقي كله مستورد. وهم مبدئيا برضو علشان لازم تدرس السوق، هم مش من النوع اللي بياكلوا جبن كتير، فبالتالي لو انت بتداخل المجال عليك انك تدرس الاذواق. ده ملخص لقصة الصناعة، انك انت لو عايز تدخل المجال الصناعي يبقى الاجابة عندك، انت بتعرف ايه، متان بعيد عن الاسمنت والطوب، الحاجتين دول بس هم مطلوب، هم بيشتغلوا عندهم مصنع موتوسيكلات واحد، وهم وسيله المواصلات الاساسيه هناك الموتوسيكلات، مش عندهم بس، للدول المحيطه كلها بالنسبه لرواندا وسيله المواصلات الاساسيه هي الموتوسيكلات. فبالتالي لو انت عملت مصنع تاني اضافه للي عندهم ده شيء جميل، مصنع تالت حتى لو مش مصنع بيتصنع، ممكن تكون بتجمع بس، برضو ده ممتاز.
ديت افكار كتيره، بس راجع عليك انت، راجع لخبرتك انت، انت اللي تحدد ايه هي الصناعه اللي تقدر تمارسها وتقدر تدخل بيها البلد. بس البلد مرحبه؟ اه مرحبه. طيب نيجي لحاجه مهمه، اسعار المباني واسعار الاراضي واسعار الانشاءات. طيب رواندا بتشجع الصناعه، طب ممكن تعمل لك ايه؟ عندهم ممكن يديك الارض على انك انت اللي هتبني المنشآت عليها، او تأجر المكان الخاص بالمصنع من قبل الدولة. مبدئيا الدولة ما بتملكش، الدولة بتأديك حق انتفاع مدته 49 سنة لانك اجنبي، وبتأدي المواطن مدة 99 سنة. انت ما انتش مشترط في رواندا، قوانين رواندا ما بتشترطش عليك اي مشاركه مع مواطن رواندي، ده ما فيش اي شرط ده زي كده. انت ممكن تملك مصنعك 100% او المنشاه بتاعتك 100% كبزنس خاص بيك، ولكن ملكيه المكان محدده كحق انتفاع مدته 49 سنه. بيجدد طبعا اذا لقت الحكومه أهمية مشروعك وحبيت تجدد، بتجدد لك تاني. ده بالنسبة لطريقة الملكية. طيب القيمة، القيمة ممكن تبدأ من 1 دولار وانت طالع بأرقام كبيرة جدا، ده بناء على أهمية المشروع بالنسبة للدولة. الدولة ساعتها هي اللي بتقدر مشروعك استراتيجي مهم، فبتأديك بسعر رمزي. طيب المحلات عموما بره، المخازن والمحلات في الاماكن البعيده عن وسط المدينه، القيمه الايجاريه للمتر حوالي 25 دولار للمتر المربع. فبتشوف انت المساحه بتاعتك انت محتاج كام. طبعا ده للمخازن والمحلات، مش لاراضي المصانع اللي هي بتبقى كميتها او مساحتها كبيره. ده بالنسبه للاسعار او السؤال عن الاسعار. هتوقف في الفيديو ده عن الكلام عن الاستثمار من ناحيتي انا، وهاخد الاسئله بتاعتكم. هو كان كذا سؤال وصلني بالنسبه للحلقات السابقه. في سؤال جاي ان هو عايز يفتح مشروع وجبات جاهزه، توصيل وجبات جاهزه وتكلفه المشروع. طيب بالنسبه لتوصيل الوجبات الجاهزه، المشروع في حد ذاته فكره جميله، مفيش مشكله. انت هتفتح مطعم، يعني انا مش فاهم السؤال من الناحيه دي، انت تقصد انك هتفتح مطعم ولا بتوصل دليفري بس؟ الارجح انك انت تقصد انك تفتح مطعم للوجبات الجاهزه وتوصلها. عليك انك تعرف الذوق الرواندي، انت هتعمل للاجانب بس، عدد الاجانب لسه شويه صغيرين، ما يكفوش انك تقوم مشروعك على الاجنبي. انما لو انت هتعرف السوق الرواندي والذوق للشعب وتعمل له حاجه خاصه بيه، طبعا كويس، يعني مشروع كويس. اما التكلفه ده بيعتمد على دراسه الجدوى. يا جماعه اي حاجه خاصه بتكلفه المشاريع تعتمد على دراسه الجدوى الخاصه بيك، وهنيجي عليها في سؤال جاي، لان من مكان لمكان يفرق. اصلا هل يمكن فتح شركه تامين صحي؟ برضو على حسب فهمي للسؤال، ان الشركه دي زي الشركات الموجوده في الخليج وفي بعض الدول، اللي هي الشركه اللي بتبقى وسيط ما بين المستشفيات، تعاقد ما بين المستشفيات وما بين الشركات والمصانع وغيرها، بحيث انها بتعمل عمليه التامين الصحي. صراحه الاجابه مش عندي كامله، وانا حاليا زي ما انا قلت قبل كده انا في مصر، مجرد ان انا اكون في رواندا هشوف الموضوع ده وممكن اعيد اجابه السؤال ده. السؤال اللي جاي بخصوص فين ممكن اعمل دراسة جدوى المشروع صغير؟ بالنسبة لدراسات الجدوى، دراسات الجدوى ديت طبعا في شركات متخصصة في دراسات الجدوى، واحنا هنفتح فرع في الشركة بتاعتنا متخصص في دراسات الجدوى. انا مدرب معتمد، بالاضافة لان انا مهندس اي تي اصلا، فانا مدرب معتمد في برنامج اسمه SIYB Start and Improve Your Business. ده بيأدي انك ازاي تعرف تعمل في الجزء الاولاني اللي هو ستارت يور بزنس، ازاي تعمل دراسة جدوى كاملة خاصة بمشروعك. البرنامج ده برنامج عالمي معتمد من، وهو اصلا خارج من الاي ال او، منظمة العمل الدولية يونايتد نيشن.
البرنامج ده تقريبا موجود في معظم دول العالم، ممكن تسأل عنه في بلدك. بالنسبة لمصر هو موجود في المحافظات كلها، تقدر تروح لصندوق تنمية المشروعات بمسميدة تسألهم على البرنامج ده، بيأديك الكورس أو التدريب كامل مجانا في مصر حاليا لغاية ما أنا بتكلم الكلام ده، لأنه طبعا المفروض إنه هيتعمل برسوم بعد كده، ما أعرفش الدول التانية فيها رسوم ولا لأ، لأن ده بيعتمد على كل دولة وكل مسؤولين ماستر ترينر ومسؤولين البرنامج ده في دولتك. المهم ان هو موجود تقريبا في اغلب دول العالم اللي انا اعرفهم دلوقتي او اللي انا اذكرهم دلوقتي في الدول العربيه، مثلا زي الاردن وتونس واعتقد السودان، دول موجود فيهم البرنامج ده. تقدر تسال عليه في المشابه ليه اللي هو عندكم صندوق تنميه مشروعات او متوسطه او صغيره، هتلاقي البرنامج ده. البرنامج اسمه Start and Improve Your Business، أو ابدأ وحسن مشروعك. لو خدت البرنامج ده هتقدر تعمل دراسة جدوى بنفسك. طيب انت ما انتش عارف في مؤسسات او شركات تعملها لك، بس في جميع الحالات دراسات الجدوى هي اللي ترد على كلمة يكلفني كام، رأس المال كام، وساعتها بس تقدر تشوف انت معاك كام. ولكن ما تقدرش تقول معكوس انا معايا كذا عايز اعمل مشروع كذا، ما ينفعش كده. دراسة المشروع هي دراسة جدوى المشروع أو دراسة خطة عمل المشروع، هو ده اللي بيجاوب السؤال بتاع يكلفني كام. أنت لو أنت نفس المشروع واخد محل إيجاره وليكن $1000 غير لو أنت خدته 500، خلاص كده اختلفت. وده ممكن يبقى في ظهر الشارع ده، يعني في نفس المدينة وفي نفس الظروف وفي نفس كل حاجة، شارعين مختلفين، شارع في مركز المدينة وشارع جنبه بس مش في المركز، إيجار ده غير إيجار ده، فالأرقام اختلفت خالص والدراسة اختلفت خالص. عينت موظف غير عينت اتنين، دراسة الجدوى هي اللي بتقول أنت هتعين كام موظف، حجم المشروع كام، حجم إنتاجك كام. هنعمل حلقة مخصصة لدراسات الجدوى، ويمكن تكون سلسلة حلقات لو أنتوا شجعتوني إن احنا نعملها. أنا هكتفي بكده عشان أنا كده تهيألي طولت في الفيديو، وأشكركم وأرجو المتابعة، وتعمل لايك وسبسكرايب للفيديو لو عجبك، وشيره ما بين أصدقائك، علشان لو في حد مهتم بالاستثمار في رواندا أو الاستثمار في عمومه يتفضل معانا. أشكر.